المشروب بتاعنا ايه بقى النهارده؟ هنعمل اناناس بالموز. عندي موز فريش، عندي اناناس فريش، عندي عسل وعصير ليمون، وفي الاخر عندي شويه من اللبن. طيب ما عندناش حاجه خالص يعني قصه تتعمل، احنا مجرد زي ما احنا على طول بنعمل هنصغر الموز بتاعنا بس وهنحطه في الخلاط مع الاناناس وبعد كده ننزل عليهم بالسوائل. احلى حاجة بقى لما تيجي تفتح الموزة كده وانت هتعمل بيها اي نوع من العصير وتلاقيها عاملة كده، هو ده بالظبط اللي احنا بندور عليه، اللي هي مستوية وقلبة اللون بتاعنا البني. دايما بقول لكم كده لما يبقى عندنا موز اول ما ابتدي يقلب لونه اول حاجة نعملها النهاردة اليوم بتاع الايه الموز باللبن في البيت. فهنصغر كده اهو وهننزل بيه الموز في الخلاط اول حاجه، ومعاه الاناناس برضو ممكن ناخده نص كده اهو زي ما هو كله عشان الدنيا تبقى اسهل. خلاص نقطة لبن بس في البيس كده زي ما دايما بقول لكم، حاجة السلاح بس يبتدي يلف عليها وهنديها ضربة خفيفة على ما نروق الدنيا حوالي. حلو قوي، على طول هنزل بيه شوية عصير الليمون وراهم العسل. هنزود شوية من اللبن، مش هحطه كله لحد بس ما ايه اديله الضربة اشوف القوام بتاعه اخباره ايه. انا كده بالنسبة لي القوام تمام قوي، مش هحتاج ازود شوية اللبن دول. عندي هنا سيرب كريز هنزل شوية منه اهو، ونعمل كده هنا كمان. هناخد الميكس بتاعنا وزي ما قلنا دايما نصب الاول على الحيطة بتاعة الكاس عشان ما ينزلش اهو يرجلي السيرب اللي انا حطه تحت. نفس الحكاية اهو، واخر حاجه خالص عشان بيصعب عليا ما اخترعش كده هنحط بس رشه من القرفه اهو على الوش. اخر حاجه عندنا الشاليموهات بتاعتنا الظريفه، ونبقى بكده عملنا مشروب الاناناس بالموز.